عندي تعقيب او 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 شيء اتكلم فيه الدبيخي بسالك فيه، وين دور اللاعب السعودي في هذا التحول الكبير؟ بنواف سؤالك انا باخذه في المجال الفني. الاخوان يعني تكلموا عن الرؤيه بالمجال العام في المجال الرياضي، لكن كان سؤالك ووفق التقرير هل كان هناك تاثير لكل هذه الاسماء؟ المفروض يكون لها تاثير، هذا المفروض، لانك لا يمكن ان تاتي باسماء على حساب اللاعبين السعوديين او وفق قيمه سوقيه كبيره، وبالتالي تكون في هناك التاثير يعني مرات ياخذ وقت طويل. حمد لا معليش وقت طويل اذا كان في خطه احنا ما بعيده، لكن اليوم انا بسالك اليوم في فرق شاسع بين يعني ما يصير اليوم لما اشوف الهلال النصر والاتحاد والاهلي مثلا، انا بضرب على الاربعه ذول، ما يصير في فرق كبير بينهم، اشوف واحد اللي قاعد شايل الدوري فنيا ونتائجيا والبقيه متذبذبين، مع ان نفس الضغط ونفس الاسماء اختيارات في مشكله عندهم. طيب عجل انت معناها انا ايش الاهم لي بالنسبه لي فنيا ابغى ارفعها بعد؟ انت ترى في النهايه انت اليوم في البدايه قلت لي القيمه السوقيه. طيب اليوم ترى ممكن قيمه سوقيه عند هذا النادي اعلى من هذا النادي، ما عندي مشكله، بس مو هذا مو احتياجاته. كلامك حلو، انا ليش ضربتك في الاربعه؟ طيب ليش ما يكونون قريب؟ يعني على الاقل انا اليوم عندي مثلا اكثر كل نادي من كلامك صح.